بقلب حزين مدمي بعين حزينة تدمع حزن عميق، مش عندي بس أنا، يا عند كل المغاربة، عند العالم كامل، كل من شاف وسمع وردد اسم ريان الله يرحمه، الله يرحمه، طير من طيور الجنة، الله يصبر أمه وأبوه، الله يصبر عائلته الصغيرة والكبيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ما عندي ما نقول. الله يهدي أصحاب القنوات اللي كي يحكي واللي كي ينزلوا ليه الماكلة واللي كي ينزلوا ليه الشراب واللي كي ينزلوا ليه واللي كي يبقاو يطلبوا في الناس المتتبعين يديروا لهم لايك ويديروا اشتراك، وما ينساوش أنهم يشوفوا عندنا الجديد وعندنا حصري عندنا عيب. قدر ما الانسان يطلع النهار غادي يجي غادي ينزل. فينكم دابا من الكذبه اللي كذبتوا؟ حرام عليكم على الالم اللي تالمت امو. علاش كتعاودوا كترددوا كلام غير باش تربحوا باش تنجحوا؟ هاد الناس اللي دخلت عليهم هاد الفلوس من وراء ريان، ربما قنوات دخلت عليهم الفلوس، اش غادي يديروا بها؟ انتم كتشوفوه طفل صغير قدر عليه الله انه يطيح في هذاك البئر وتقوم القيامه عالميا ويجيو الانقاذ، منين وصلوا ليه لقوه توفى. ان لله وانا اليه راجعون، ان لله وانا اليه راجعون. انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. واحد يبدا يخاف من الله، راه الدنيا هنا بقات، راه واخا تجمعوا الفلوس واخا تجمعوا اللي جمعتوا، راه كاينين بعض الرسائل كيجيونا ما كننتبهوش ليها، ما كننتبهوش لهاد الرسائل اللي كتجينا بسيطه، وربما احنا غير قلنا ريان طاح، شحال من رسالة خلى ريان، شحال من رسالة حل ريان، شحال من رسالة قراوها الناس من وراء ريان. انتبهوا شوية للدنيا، راه ما كدوم لتا شي واحد. ما غاديش نقولوا هذه أواخر الدنيا، لأن لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما اتقوا الله في خلقه، اتقوا الله في هذيك الأم المكلومة مسكينة اللي اش غادي نقول لكم، اللي بكثرة الصدمة ما كتبكيش، بكثرة الصدمة ساكتة كتطلب غير الله يرد ليها بوليدها، الله يصبرها، الله يصبرها. وانتم القنوات يلي ما عندكم حتى مصداقية، ما عندكم حتى ذرة حنان ولا عطف ولا خوف من الله، اتقوا الله، رجعوا لله. كل واحد دابا يرجع يحاسب نفسه على الخطأ اللي داروا، على اللي كتبوا، على اللي حرك لسانه على حاجة ما كيناش. فينكم دابا؟ خصكم تعاقبوا على داك الكلام اللي كنتو كتقولوا، اللي كان إشاعات اللي كنتو كتطلقوا. واش حتى الإنسان طفل طاح من حفرة وطاح لوسط الأرض، وسط الأرض ما عندوش مني غادي يدخل ولا غادي يخرج، عنده مني يدخل ولكن ما عندوش مني غادي يخرج. ودرتوا ليه الماكله ودرتوا ليه الشراب ودرتوا ليه، تقوا الله، تقوا الله. احنا فوق الارض ما عرفناش شنو غادي يصيبنا هذا الولد، ما دار لا بيديه ولا برجليه، انما قدر الله كتبوا عليه الله داير هذا السبب ديال هذا الولد. كاينه شي رساله احنا كبشر بعاد احنا خصنا نحللوها بوحدنا، ايجابيه هذه الرساله بيننا وبين نفسنا. خصنا نقولوه اننا خصنا نتقوا الله، ان راه الدنيا راه قريب فيها كل شيء، راه القدر فيه كل شيء، راه وانما الناس اللي ما تيخافوش الله، الناس اللي ما تيخافوش الله خصهم يخافوا الله، خصهم يتراجعوا ويحاسبوا نفسهم. وهاد الرساله ربما رساله خير للناس، رساله انسان يشوف الله سبحانه وتعالى كيعطي كل الخير، انما ربما انها رساله لهذيك المنطقه، شي حاجه غادي توصلهم الخير من وراء هاد الطفل، ولو ان حياته مشات لكن ما مشاتش، مات شهيد سعدات والديه به. الله يلحقنا عليه مسلمين ومؤمنين، وما نكونوش كذابين ونكونوا كنجبدوا غير باش ما بقيناش بغينا نخدموا، بغينا نجبدوا باش نرجعوا الفلوس. تمشي هاد القناه غير بشويه عليها وتمشي بصدق وامان، ما عندناش مشكل.
المهم غير نتمنوا الخير للناس، تكون عندنا شي حاجه اللي غادي نوصلوها للناس اللي غادي يتفقهوا ويفقهونا ونفيقهم بعيبهم ويفيقونا بعيبنا، ماشي لاننا حنا درنا قناه راه بغينا نسيطروا على عقول الناس. ما بقى لي ما نزيد في هادشي الا عزاؤنا للمغاربه وللعالم اجمع، العربي والعالم اجمع، اللي كل واحد بكى ونعس وفاق وتيقلب واش ريان طلع ولا ما طلعش، واللي تألم واللي تحسرت نفسه واللي طلب الله وصلى جوج ركعات وطلب من الله ان هاد ريان يرجع لوالديه، عزاءنا لي. وكنعاود نقولوا ان لله وانا اليه راجعون، وحتى نعرفوا ان رحنا مالينا حتى شي حاجه الا رجوعنا لرب العالمين. كنتمناو نرجعوا ليه وحنا نضاف من كل شيء، من عقلنا، من لساننا، من افعالنا، من اعمالنا، من كل شيء. الله يرضى بينا، والله يرضى.